وقاية بالنسبة لالتهاب اللوزتين مفيش وقاية محددة، انما هو الحقيقة حضرتك احنا بهمنا قوي ان احنا نفرق بين التهاب اللوزتين والتهاب الحلق، لان الاتنين اعراضهم متقاربة. اللي هيقدر يفرق بينهم الدكتور بس. التهاب الحلق يعني التهاب الزور كله بما فيهم اللوزتين، انما التهاب اللوزتين بيبقى الالتهاب في اللوزتين بس. حالات التهاب الحلق ومعاهم اللوزتين ما بننصحش بشيل اللوز، لانه بيعمل خلل في الجهاز المناعي في المنطقة. احنا بنشيل اللوز لما فيه التهاب متكرر في اللوزتين، في اللوزتين، عشان كده ما بننصحش بالاقتراب من اللوز اذا كان هناك التهاب متكرر في الحلق. زي ما قلت ان السن المناسب لشيل اللوز بعد 4 سنين، وهي عملية بسيطة بتتم يعني منتشرة جدا، وبنحاول نخلي الطفل يريح بعد العملية لمدة 1 أسبوع.